السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة مطبخ سارة يوسف. كنتمناكم تكونوا بخير. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة، غنوجدو العدس على الطريقة المغربية وعلى طريقتي. كنتمناها تعجبكم وتجربوها، ولا هي بالأحرى طريقة الوالدة الله يطول لها في العمر. غنحتاجو العدس هكا اللي نكونو ديجا رطبناه على الأقل واحد ساعتين هكا باش يبقى لينا بجلوف ديالو. غنحتاجو البصلة، عندي جوج بصلات، عندي ثلاثة ديال المطيشات صغار، عندي هنايا مطيشات الحك تقدروا تحيدوها الا ما بغيتوهاش، عندي الربع مقطع، وعندي الزيت العادية والزيت الزيتون هكا مخلطة ومطابعة الحال العطرية. انا في الاول كنت كنجيب هذا الكوكوط ديالي، في الاول كنت كنجيب الكوكوط كندير فيها البصله وكنبقى نشحر ونزيد عليها مطيشه، وهادي يعني كان كيجيبني في الحقيقه، ولكن ملي شفت الطريقه ديال الوالده ديالي كتجي كيجي ألد في الحقيقه. شنو هو السر؟ السر انها كتغلب البصله كتجي غالبه على مطيشه، والبصله هكا كنقطعها كبيره. الوغ غنقطع البصله بطبيعة الحال، لي متيعجبوش المذاق ديال البصلة يقدر يحكها. كيف ما شفتو أنا قطعت هنا البصلة شنايف ولا أجنحة. غنجيب مطيشة، هنا مطيشة مكنكتروهاش، يعني واحد جوج مطيشات متوسطين كافيين، ولا ثلاثة صغار كيف ما غندير أنا. دابا حك مطيشة، العدس من الاحسن ناخذه من نوعيه جيده باش يطيب لنا دغيا. كيف ما قلت نقيوه ونخليوه يرطب، نقدروا نبتوه، كاين اللي كينبتو وتيحتفظ به في الفريغو حتى كيبغيو كيجبدوه هكا، كيجي ألد وصحي اكثر. يعني حنا كنعرفوا ان الرشيم ديال اي حاجه تتكون صحية، رشيم القمح ولا رشيم العدس. يعني إلا شفتو أنني ما ذكرتش الثومة، لأن البصلة عندنا بزايد يعني ما نحتاجوش الثومة، كنت كنديرها من قبل ولكن لقيت أن لما تنديروهاش كيجي ألف، وكل واحد تاني كتبقى طريقته. الأهم هو أننا نجربو بزاف ديال الطرق، وحنايا ديك الساعة كنحددو شنو هي الطريقة اللي عجباتنا وعجبات وليداتنا وهي اللي كنبقاو نطبقو دائما. غنجيب الزيت، من طبيعة الحال اللي بغا يدير قطعة ديال اللحم تا هو تيجي مزيان كيجي ألد من طبيعة الحال، ولا القديد، غير القديد نحاولو نرطبو ونحيدو الملحة من المقادير باش يجينا هو هدا. كندير الربيع، ما مطيشات الحك كيفما قلت لي مبغاهاش يقدر يحيدها. وغندوزو دابا للعطرية، غندير شويه الملحه، الملحه كنديرها ناقصه باش الا جا هو هذاك في الملحه هو هذاك، المهم ما يجيش مالح. شويه الابزار، سكين جبير، يعني العطريه كتبقى على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي يكثر عطريه على عطريه اخرى، يعني كل واحد والذوق ديالو. وشويه ديال الخرقوم البلدي حاول نتفاداو ملون اصطناعي اللي نديرو به يبقى من المواد المسرطنه. وغندير غير شويه ديال الهريسه على حساب الوليدات ديالي ما تيبغوش الحرور، ولكن هذا الحرور كيبنن العدس. غنجيب نخلط هذا الشيء كامل هذا،
بالنسبه لي عزيز عليا شحر نقدروا شحر. هنا درت شي ربع ديال العدس، يعني غتزيدوا على حسب افراد الاسره. وغنجيب نروي بالماء، نغطي العدس كامل. انا مازال غنزيد شويه هذا الماء ونردو يطيب، نسد عليه في الكوكوط. كاين اللي كيبغي يطيبو غير في الكامل، لان العدس واخا هكاك ما كياخذش وقت طويل. نردو نسد عليه ونخليه حتى يطيب. وبالنسبه للكميه ديال الماء نقدروا نزيدوها، بغيناه يكون بحال الشربه يعني يجي فيه الماء شويه، راه غنخليو فيه الماء ما يجي عاقد، غنخليوه حتى يشرب ويعطينا داك القوام اللي بغينا حنايا. يلا انا نسدو نردو يطيب، وان شاء الله نقدمو لكم من بعد ما يطيب. ملي تيطيب ليا العدس و تيتشرب ويوصل القوام اللي بغيتو، صافي تنطفي عليه وتنقدمو بالصحة والراحة. نتمنى يعجبكم، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديرو جيم واشتراك في القناة الى عجباتكم وتعليق محفز. وشكرا لكم، الى فيديو لاحق.